في ليبيا تظاهرات شعبية تحتج على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات وانقطاع الكهرباء، احتجاجات دفعت حكومة الوفاق لتمديد حظر التجول المعلن لمدة 10 أيام إضافية. تظاهرات شعبية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وبعض المناطق في الغرب الليبي من بينها الزاوية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات العامة. ردت الحكومة بتمديد قرار حظر التجوال الجزئي لمدة 10 أيام إضافية، على أن يكون الحظر كاملا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. قرار الحظر بررته سلطات الوفاق بأنه لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي سجلت البلاد ارتفاعا ملحوظا في إصاباته وسط نقص في الإمكانات الطبية وجراء الحرب وتوافد المرتزقة الأجانب. متظاهرو طرابلس تجمعوا في ميدان الجزائر وسط العاصمة للتنديد بتوقف الخدمات العامة خاصة الكهرباء وتأخر الرواتب، إلى جانب الانفلات الأمني، هاتفين بشعارات تدين حكومة السراج ومسؤوليها على تأخرهم في إيجاد حلول لأزماتهم ومطالبين برحيلهم. تأتي الاحتجاجات في الغرب الليبي وسط أزمة تعيشها مدنه جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص المياه وطوابير الانتظار على محطات الوقود، ما دفع المواطنين للاحتجاج على حكومة الوفاق التي تبدو وفق وجهة نظرهم منشغلة بالبقاء في سدة الحكم عن همومهم. أذهب إلى العاصمة الليبية طرابلس، سيكون معي سعد الجازوي عضو في مجلس النواب الليبي، وبنغازي الدكتور عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة. أبدأ معك دكتور عبد السلام، أهلا بك معنا في الحرة الليلة، شكرا على وقتك الثمين. ما الذي يجري في طرابلس؟ شكرا. والله أولا عندي تصريحين. الأول هي الحكومة الليبية وليست مؤقتة، لأن المؤقتة شلناها. التصحيح الثاني وهو العاصمة الليبية، الحقيقة حتى هذه تحتاج إلى إعادة نظر كبير، لأنها الآن هي مدينة مختطفة معتلة وتعاني الكثير. يعني والحقيقة مع حفظ الألقاب، هو ربما هذا 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 جوهر الخلاف يعني، فنحن نقبل هذا التصحيح وتفضل. أوكي شكرا. فيما يتعلق بالمشاكل اللي هي موجوده، طبعا الناس في عندها مشاكل في كل ليبيا، مش في غرب ليبيا بس، يعني الشح النقود وعدم وجود النقود موجوده في الغرب وفي الشرق، الكهرباء بشكل حدي في غرب ليبيا، فاحنا في الشرق على الرغم من عدم وجود امكانيات ماديه، لكن الحمد لله بشكل او باخر وضعنا افضل بكثير مما فيه في اخوتنا في 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 طرابلس. طبعا الناس يعني احنا نشاهد حتى انا كليبي، يعني احنا نعاني من مشاكل ونعاني من عدم توفر الاشياء، وحكومه المجتمع الدولي اللي فرضها المجتمع الدولي تاخذ 8 مليار وتعطيهم بدون فوائد لتركيا، هذا جانب يعني واضح وما فيش نقاش فيه ولا يقدر بدون فوائد. ما هو دليلك في ذلك؟ إذا اشترى دولارات وحنوا عليها النواخذ، لا إعلاناتهم ما مش دليلنا، هذه معروفة، هذه بأربعة وثمانية وهذه ما فيهاش نقاش، يعني اللي يشوف لا يعني فقط نريد أن نعرف يعني المعلومة، لأنه سمعنا المعلومة. هل 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 لديك ما يدعم هذه المعلومة؟ هل لديك ربما تصريح أو دليل أو توثيق أن بالفعل حكومة الوفاق دفعت 8 مليار دولار وديعة صفرية من غير فوائد للبنك المركزي؟ أقرضوا مش دفع، إقراض بدون فوائد، أعلن عنها، إقراض بدون فوائد. السؤال اللي بنحكي عليه هو بدون فوائد، لأن الليبيين لما يشري دولار بدل ما هو 140 يدفع 180%، لأن بياخذ بيمشي شيء يعالج، واللي ابنه يدرس في الخارج والى اخره. يعني احنا كليبيين ندفع بينما الساده اللي هم في انقره ياخذوا في الاموال الليبيه بدون حسيب ورقيب، وبرضه منها اجارات المرتزقه، وهذه طبعا رسمي 16,000 حسب الكلام المتداول، وحسب ما تقول امريكا 10,000، يعني خذ الافرج. لكن
بدون أدنى شك أن مرتباتهم تدفع من الخزينة الليبية. أفهم من كلامك المرتبات الليبية لا تدفع، يعني أنا ويجب تفهم في نقطة معينة، في معلش سامحني، لا أنا فقط لأنه يعني حضرتك مسؤول رفيع في الحكومة الليبية بقيادة عبد الله الثني، أنا أريد أكثر معلومات ومصادر، ما الذي تعلنه؟ لا أريد أن أتحدث عن الذي تعلنه حكومة الوفاق، أريد أن أعرف معلوماتكم أنتم، مصادركم أنتم عن الأموال التي تدفع أو تقرض لتركيا بفائدة صفرية. هذا مصادرنا مصرف ليبيا، مصرف ليبيا المركزي للأسف يحظى بالاعتراف الدولي ويحظى بالدعم الدولي، وهو في الواقع يعبث بشكل كبير جدا، ولما عرض انه هو يتم مراجعته عن طريق احد المكاتب المحاسبيه العالميه الكبرى، رفض ديوان المحاسبه في طرابلس القيام بذلك لانه لا يريد كشف المستور. سمبل از ذات يعني. لكن هذه حقيقة يعني ما فيهاش نقاش، مع العلم أن احنا عندنا الكثير اللي هم يتقاضوا مرتباتهم من غرب ليبيا، ومع ذلك التأخر بالست شهور والسبع شهور والشهرين وهكذا. واحنا نقترض احنا كحكومة ليس النفط إلى أن أوقف تصديره، كل إيرادات النفط تأتي لطرابلس أو لمصرف ليبيا في طرابلس. هل لكم علاقة بالاحتجاجات الشعبية الموجودة حاليا داخل طرابلس؟ دخل طرابلس لا، لأن طرابلس هي كل أموال ليبيا موجودة في طرابلس. العبث اللي موجود هو موجود في الأموال الليبية كلها ككل، لأنه يفترض أن أي ميزانية تندار ويتم اعتمادها من البرلمان الليبي اللي يمثل كل ليبيا، ويتم وفقا للإنفاق عليها وفقا لذلك وفقا للاحتياجات. لكن اللي يحصل أنها هي موجودة وحسب الاتفاق مع المجموعة هذه اللي فرضت على الشعب الليبي عن طريق ما يسمى بالمجتمع. من أين أتت هذه الأموال؟ أيضا هنالك حديث عن أنه هذه الأموال هي أموال ليبية كانت موجودة في الدول الأوروبية، وأن نقلها إلى البنك المركزي التركي قد يكون أسهل أفيد. من أين أتت الأموال 8 مليار دولار؟ لا، الأموال من مصرف ليبيا المركزي، وليس يعني أنت تحط حاميها حراميها زي ما يقولوا، تحطهم في تركيا. إذا كان أردوغان مقمز ويقول أنا نبي حق السرير، نبي حق الجفرة، نبي حق الشخرة، نبي جالو، نبي نفسه، وهذه شفناها في التلفزيون وهو يشير على التلفزيون على الخريطة الليبية أين يريد. هو يريد المال الليبي والنفط الليبي والغاز الليبي لدعم اقتصاده المنهار. وهذه أيضا هذه ما يختلفوش فيها اثنين، ولا تحتاج إلى دليل على الإطلاق. من باب المعلومة المؤكدة أيضا أن هذه الأموال خرجت من المصرف المركزي الليبي ولم تأتي من أموال ليبيا المجمدة، هم قالوا أنها حتى أموال من زمن الراحل القذافي. هو هذه الأموال في مصرف ليبيا، وهم مبيعات النفط السابقة ما هيش مجمدة، المجمدة اللي قبلها. وبرضو بالمناسبة المجمد أيضا تم العبث به، لأن المجمد داروا في فتوى وحصلت هذه في بلجيكا أن الفوائد غير مجمدة، وبالتالي تقاسموا الفوائد مع العصابات والميليشيات تقاسمتها، وحصل أن وزارة العدل طيب البلجيكية. أنتم في الحكومة كيف يمكن أن تتحركوا هذه أموال الشعب؟ احنا للاسف ان ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولما تتكلم يقول لك لا هذا المجتمع الدولي وهذه الاراده الدوليه وهذول اللي معترف بهم، ويعني وهذا يعني للاسف ان هذه هي الصوره، يعني فيها مغالطات كثيره. يعني اسمح لي بهذا السؤال، اندرستاندينج واجد. لماذا لا يمكن الديمقراطيه ما عندهاش تعريفين، الديمقراطيه عندها تعريف واحد، ما فيش دوله فرضت عليها حكومه وتقدمت، احنا فرضت علينا حكومه. دعني أشرك العضو في مجلس النواب الليبي من طرابلس سعد الجازوي. سيد سعد أهلا بك معنا في الحرات ليلة، شكرا على وقتك الثمين وقبول الدعوة. في عجالة، ما قصة الأموال التي أودعت في البنك المركزي التركي من ليبيا؟
الأموال هي الآن يعني أخبار لم تأتي إلينا من مصادر موثوقة حتى أستطيع أن أدلي فيها بما أرى أو بما يكون. أما يعني هذا هو ما أستطيع أن أقوله بمثل هذه، ولكن إذا رأت الحكومة الليبية المخولة من الشعب الليبي والمعترف بها دوليا رأت أن الفائدة الآن تحتاج أو تستلزم منا تصرفا ماليا، فهذه من مسؤولياتها، وهي من الفائدة حدود حسب الأخبار التي لدينا التي تمارسها، ومن حق تركيا أن تتصرف في هذه الأموال. نعم، طبعا تركيا الآن هي حليف لحكومة الوفاق، وهناك معاهدات بين الطرفين، هذه المعاهدات لها التزامات، فلعل إن كانت هذه الأخبار موثوقة فستكون هي من ضمن بنود هذه الاتفاقية، أو قد تكون هي جزء من تغطية النفقات، جزء من هذه الاتفاقية. هذا كلام مهم، يعني هذا يأتي في إطار التعاون بين الدول، ولكن السؤال الأهم، هل الآن ليبيا في وضع يسمح لها بالإقراض، لإقراض تركيا 8 مليار دولار؟ أنا لا يعني كما ذكرت لك سالفا أني لا ليس لدي أي هذا لا ينفي يعني السؤال هذا لا ينفي السؤال حول هذا لا ينفي السؤال. السؤال أن هل ليبيا في وضعها الراهن، وأنت عضو في مجلس النواب، في وضع يسمح لها بالإقراض أيا كان، حتى وإن لم تكن تركيا، في وضع يسمح لها بالإقراض؟ حقيقة من يقدر هذا الأمر هي الحكومة الشرعية التي لديها المعلومات الكافية عن أرصدة ليبيا وعن مقدرات ليبيا وعن ما تستطيع أن تتعامل به في هذا. يعني إذا طرح المشروع في البرلمان ستصوت ضده أم معه، إنه ليبيا تقرض أم لا تقرض؟ أنا إذا عرض المشروع كما ذكرت لك ستكون هناك حيثيات يقوم عليها هذا المشروع، فإن رأينا في هذه الحيثيات مصلحة لبلادنا فسنوافق على هذا الإقراض، لأن لن يكون إقراضا من أجل الإقراض، إنما ستكون له حيثيات ومبررات ستدعو إلى إما أن نوافق وإما أن لا نوافق على ذلك. أما سؤالا مطلقا هكذا فلا أعتقد أنه سيكون إنسان عاقل أن يجيب على هكذا أسئلة، وإنما المعلومات على كل هذه التصرفات هي رهينة لبواعثها. طيب دعني أنا يعني أنا أعرف أنك أتيت متأخر بعض الشيء أو كان هنالك مشكلة تقنية، لذلك ألاحقك بالأسئلة، فأرجو أن تعذرني. ما الذي يجري في طرابلس؟ هنالك مظاهرات سمعنا عنها، وهنالك انقطاع للتيار الكهربائي. سيد سعد، كما تعلم أننا هنا في المنطقة الغربية بعد أن صدينا الهجوم الانقلابي، نحن نسعى إلى قيام دولة مدنية ستكون فيها حرية الرأي وحرية التعبير، وهي هذه من المكتسبات التي دفعنا من أجلها الثمن الكبير، لأنه فلذلك أعتقد أن لا غرابة في أن يعبر بعضا من أبناء المنطقة الغربية عن ما يرونه من سوء وقصور الأداء للحكومة، وهذا من حقوق حق الشعب على الحكومة، ولكن أنا على الحكومة لم يبقى أن الكثير تضع سيد الأطر سعد في الكلمة الأخيرة لعبد السلام في 30 ثانية. سيد الدكتور عبد السلام، إذا كان لديك كلمة للرد باختصار. والله كلنا نستغرب أن الأستاذ سعد اللي هو أصلا سعد الجازوي اللي أسرته قتلت من الأتراك في السابق إذا كانوا جازوي اللي نعرف أنا، أن يعني يقول من حق تركيا أن هي تأخذ من حق المجتمع الدولي أنه هو يعطي صلاحيات لهذه المجموعة أنها تقرض. هذه القصة لن تذهب بعيدا. الدكتور عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء، يريد أن يستولي على أموال الليبيين المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، هذا توصيفها. اعذرني، سعد الجازوري عضو في مجلس النواب الليبي من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا.